نرحب بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم التفاعلي تواصل.com. ومعنا في عناوين هذا اليوم السادة المشاهدين: تظاهرات البصرة مستمرة وهتافات ضد الميليشيا والأحزاب التي تطلق النار على المدنيين كما يقول نشطاء عراقيون على فيسبوك. بعدها نذهب إياكم إلى النجف وهناك تتواصل التظاهرات أيضا، والمتظاهرون يتهمون الأحزاب بسرقة حقوقهم. ثم إلى الديوانية حيث طالب المتظاهرون بلزوم تحسين الخدمات وإقالة محافظ الديوانية بسبب استمرار الإهمال الحكومي هناك. والختام سيكون مع الواقع المجتمعي المرير الذي يعيشه كثيرون من العراقيين، بينهم نساء لا معيل لهم ويشتكين صعوبة الحال. أهلا بكم من جديد. البداية مع هتافات ضد الميليشيا والقوات الحكومية التي تطلق النار عمدا على المدنيين. على أحزاب تطلق نار، يا للعار ويا للعار. 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 على أحزاب. في البصرة تجدد التظاهرات والمتظاهرون يهتفون ضد الميليشيات. التظاهرات مستمرة رفضا للفساد الحكومي وقمع المتظاهرين. بلسان أهل البصرة المتظاهرون يقولون: وين أهل الغيرة؟ وين؟ نتابع. تجدد التظاهرات في النجف أيضا، والمتظاهرون هناك يتهمون الأحزاب بسرقة حقوقهم. نتابع. نحتاج مسؤولين، ما نطلعش احنا نشير ثورة، ثورتنا سلمية، ثورتنا سلمية، ونطبق قضايا ترفعك الحرية، سطيت عليها بدم نحرك إنسانية. من طبق الراية ترفرف للحرية، طفيت عليها
مقدم نحرق التعليم. يا حسين الحكام سراق وظلام، يا حسين الحكام سراق وظلام، ما نتراجع نمشي بدربك ثورتنا سلمية، ثورتنا سلمية. يا حسين المصرى بنص الخير وعشانه، ولاعبيهم عباس اليوم يصير ويانه. يا حسين البصر نص الخير وعشانك، ولا بيهم عباس اليوم يصير ويانك. نسكت من هوي نحتاج مقتولين، نسكت من هوي نحتاج مقتولين، ما نتراجع نمشي بدربك ثورتنا سلمية، ثورتنا سلمية. من طبقها الله يضرب مثل الحرية، تعليها بدم نحرك إنسانية، من طبك الرايد رفرف للحرية، حطيت عليها بدم نحرك إنسانية. يا حسين الحكام سراق وظلام، يا حسين الحكام سراق وظلام، ما نتراجع نمشي بدربك ثورتنا سلمية، ثورتنا سلمية. متظاهرو نجف أيضا أكدوا على لزوم الاستمرار بالتظاهر حتى تحقيق كافة مطالبهم. صوت النجف سمعه يصرخ بكل جمعة، ما نريدكم طلعوا بعد، ما نريدكم طلعوا بعد، ما نريدكم طلعوا بعد، ما نريدكم طلعوا بعد. صوت النجف سمعه يصرخ بكل جمعة، صوت النجف سمعه يصرخ بكل جمعة، ما نريدكم طلعوا بعد، ما نريدكم طلعوا بعد. إلى تظاهرات أهالي قضاء الحمزة الشرقي التابع لمحافظة القادسية. بالهوية والدنيا جد خوف تخلونا، جد خوف تخلونا، بين الحفا لبلادي يا مجلس النشالة، بين مجلس النشالة تهريب توهبية، تهريب توهبية، تهريب توهبية. المتظاهرون في محافظة القادسية طالبوا بلزوم إقالة محافظة الديوانية متزامنا مع ضرورة تحسين الخدمات. يا مجلس النشالة، يا مجلس المحافظة، يا مجلس النشالة، يا مجلس النواب، يا مجلس البلدي، يا مجلس البلدي، يا مجلس الحرامية، لا حد يزعل عمي، لا حد يزعل من أبونا، لا بسوني الله وكيلكم، أنا قلتكم حرامي، ومصطع الثلاثة شو ما قلتكم، ها، أنا يوم نشطاء عراقيون كتبوا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي إنه من حيث السوء فإن الحالة في الديوانية لا يقل خطورة،
عن الحال في البصرة. هذا هو شط عفيك، مثل ما تشوفون شط عفيك، تراكم النفايات ومادة الشمبلان وزهرة النيل، ويعني هذا هو الشط اللي هو في مركز المدينة. هذا هو جسر المشاط، وهذا جسر عبور السيارات، وهاي هي المستشفى عفيك العام، وهاي هي المحلات ومركز المدينة. هذا احنا مثل ما تشوفونه، وهذا هو شط عفيك. هذا شط عفيك، شوف نسبة التلوث البيئي ونسبة النفايات المتراكمة اللي تتحلل، مواد كيميائية تصير والله أعلم إيش بيها، يعني المسافة والفضلات والقاذورات وكل الأشياء المهملة بي اللي يعني ترمى تجي عن طريق الشاط السومر أو الدغارة وقاعد تتركب وتترسب هنا. هذا مين المسؤول عليها؟ من اللي يعني لازم اكو مسؤول، اكو حاكم، اكو رئيس وحده داريه، اكو جهه حكوميه هي اللي تشرف على هاي. يعني حرامات انه منظر شط عفك بهذا المنظر القبيح. يعني المن نحكي، يعني المن نحكي ونقول ها، مع العلم هذا موسم لتكاثر مرض الكوليرا، موسم تكاثر مرض الكوليرا حسب ما كنا في مستشفى عفك وقطاع الصحه، بانه موسم تكاثر الكوليرا بسبب تلوث المياه. المياه اللي قاعد حاليا نستخدمها في الإسالة لا يوجد فيها مادة الكلور، نسبة الكلور صفر، وهو الكلور هو اللي يقضي على مرض الكوليرا والأمراض الأخرى، النسبة صفر. إضافة إلى أنه فقط المياه اللي تجينا زائدا هاي النفايات والتراكم الأوساخ اللي المسؤول يدري بيها وكل الناس تدري بيها، لكنهم ما يتخذون اي اجراء. هاي رساله نوصلها الى محافظ الديوانيه، بالذات مجلس المحافظه، قائم مقام عفيش، مجلس قضاء مال عفيش، مديريه الموارد المائيه، كل الجهات الحكوميه، اعضاء البرلمان. وتحدث نشطاء عراقيون ايضا قائلين ان الاهمال الحكومي للانهر في الديوانيه يساهم بزياده نسبه التلوث. طبعاً هذه النبتة يسموها النبتة العدسية، نفس اللي صارت في السماء قبل فترة وقلبت النهر عبارة عن مياه السنة، يعني خيسة سواد. فهذه اليوم الديوانية وصلتنا، قاعد توصل بكميات قليلة، بس يعني إذا تلاحظون خلال يومين أو ثلاثة أيام النهر كله يتغطى بها. حسنا حالياً أمام جسر التربية، هذا اللي موجود حالياً بنهر الديوانية. ما اعرف الموارد المائيه شنو اجراءاتهم، من عندها عندهم علم بيها؟ لا ما اعرف. الان اذهب اياكم مشاهدينا الكرام الى الواقع المجتمعي في العراق، لا سيما اذا كان يمس السيدات، المراه طبعا العراقيه التي تدفع الثمن في ظل غياب الزوج او فقدانها لابنها، فكيف اذا كانت هذه المراه مسنه؟ المقطع القادم يتحدث عن حاجة تشكو الحال الذي وصلت إليه بعد فقدانها لابنها وكيف تدهورت حياتها. شنو هاي يما؟ شنو هاي؟ أريد أصورهم عن شهيد ابني وطاسة لي 13 سنة زوج خطف، هاي الله يرضى عنك. وبنتي خرجت كلية إعلام وتعليم ماكو، وأنا واقفة قاسة بيدي، هاي 13، هاي 13. ليش واقفة على الجسر؟ ليش واقفة على الجسر؟ الجسر العالم ترحمني، العالم ترحمني، رضاك يومي يومي يصير من مكان لمكان. دش تليفون؟ دش تليفون شو ما لا تبكي لا تبكي. والله يا بنتي صار لي 13 سنة أنا بيدي شو بيدي تافه. الله يرضى عليك يا عيني. في بغداد التي اشتهرت تاريخيا بأنها محتضنة كل مضيوم أو مظلوم أو عابر سبيل أو محتاج إلى خدمة وإلى من يرأف به، في بغداد اليوم نجد سيدة تسكن مع أطفالها في الشارع بسبب الفقر الشديد. يلا احكي خالد. اسال اربع اسبوعات هاي الحديقه انا قاعد انا وجهادي، لا
حاجه ما عندنا لا معين ولا معيشه ولا اصلا حتى اكل يدزونا الحرس. ماي ما عندنا كل شيء ما عندنا، اجرت لي بيت من طلعت من هذا المجمع. ما قدرت لي لا جار خاله 300 فلس ما قدرت. هم ذول ما عندي كل شيء. يا مجمع. مجمع ام البنيه من محكمه مال الزواج. بس ايش محتاج انت خالد؟ بس سكن؟ اي سكن على مود ذول الجهالي اللي وياهم. بعيشتهم سكن على مود. ما عندي القعده ماي لحد صار لي اربع اسابيع هاي الرابع ما عندي كل شيء. الله كريم والله. وصلنا إلى فقرة آراءكم الآن. على صفحاتهم في فيسبوك نشطون عراقيون كتبوا عن الجعفري ووصفوه حاقدا على بغداد وتاريخها وعلى بانيها المنصور والرشيد صانع مجدها، كما كتب الشباب العراقي في فيسبوك وقالوا أنه ربط اسمها أي الجعفري، قالوا أنه ربط اسمها باسم سرجون الأكدي الذي عاش قبل 5000 سنة تقريبا لكي يطمس اسم المنصور أو الرشيد كما يظن. نشاهد المقطع المصور ونذهب بعد ذلك إلى ما اخترناه لكم من تعليقات. يبقى العراق حاضنة التعدد الحضاري والديني والمذهبي والقومي، وتبقى بغداد كما وصفها سرجون الأكدي قبل بأنها قبة العالم وأن من يحكمها يتحكم برياحها الأربعة. هذه هي بغداد. هذه هي بغداد من وجهة نظر الجعفري. تعالوا نرى من هي بغداد من وجهة نظر الشباب العراقي الذي كتب ما يعقب به على حديث الجعفري هذا في فيسبوك. تعالوا نقرأ عليكم أبرز التعليقات. في التعليق الأول علي يكتب: حظنا أغبر اللي صلت علينا هيك عارات ومرضى نفسيين. هسا أكو واحد يقول على أبو القمقم عاقل. يتحدث عن الواقع السياسي في العراق الذي أفرز هؤلاء الشخصيات أو هذه الشخصيات التي لا تقدر تاريخ العراق وربما تجهله قصدا للأسف. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي حسين يكتب: صخم الله وجوهكم جمالة. يقول إني دكتور شجاب سرجون الأكدي على بغداد المنصور. حسين يتحدث هنا عن المقاربة أو المقارنة التاريخية وكيف أن الجعفري أخطأ من وجهة نظر هذا الشاب حينما قدم الأكدي على أساس أنه هو الذي يشتمل تاريخ بغداد وليس المنصور والرشيد. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي نقرأ ما كتبه علي مؤيد أو مويد. يقول علي: كل الحاضرين من رؤساء وملوك الدول المشاركة تحدثوا عن مستقبل بلدانهم وحاضرهم وما توصلوا إليه خلال هذه الفترة، والجعفري يتحدث عن سرجون وعن آلاف السنين. ما حدثتهم ما عملتوه في العراق خلال هذه الفترة المظلمة ومستقبل العراق. علي يتحدث عن كيف أن قادة الدول التي تحدثت في اجتماع الهيئة يعني هيئة الأمم المتحدة كيف تحدثوا عن واقع بلدانهم الحالي، بينما أن الجعفري تحدث عن الماضي ولم يكترث لحاضر العراقيين وما يعانوه من مآس للأسف. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي أشرف حسين يكتب: سرجون الأكدي لو يدري بيكم راح تحكمون بغداد كان شرب سم مال فار وانتحر. أشرف يتحدث عن الخيبة السياسية التي مني بها العراق للأسف في ظل من يتأولون حكمه ويعتلون سدة الحكم فيه حاليا. إلى التعليق الأخير نذهب وإياكم، وكتبه سامر. يقول سامر: اللي يقول دجلة تنبع من إيران أتوقع يقول كل شيء. ضحكة مشكلة. الأمور أصبحت واضحة، الشباب العراقي يدرك جيدا تاريخ بلاده حتى وإن حاول بعض المدلسين ممن يسمون أنفسهم أرباب سياسة في العراق أن يزيفوا هذا التاريخ، فإن الشباب العراقي واع ويعلم ماضيه، لذلك هو الأكثر حرصا على مستقبله، فلا خوف على العراق في ظل وجود هؤلاء الشباب الواعين. يقول نشطاء. بعد الفاصل أو الآن نتجه وإياكم إلى تويتر. الهاشتاغ الذي نشط خلال الساعات القليلة الماضية مشاهدينا الكرام هو بغداد الرشيد. تعالوا نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي ذيلت بهذا الوسم الإلكتروني بغداد الرشيد تعليقا وتعقيبا على
ما تحدث به الجعفري. إلى التغريدة الأولى. في التغريدة الأولى نقرأ ما كتبه إسماعيل، يقول إسماعيل: غصبا عن إيران وذيولها تبقى بغداد الرشيد. بغداد الرشيد، إسماعيل يحاول أن يرد واقع بغداد تاريخيا إلى الرشيد وإلى المنصور، ويرفض كل من يسعون إلى تزييف تاريخ العراق. إلى تغريدة ثانية. في التغريدة التالية نقرأ ما كتبت سمية، تقول سمية: طمسوا حاضر بغداد بظلاميتهم وطائفيتهم الضيقة ويسعون لطمس ماضيها المشرق على الأقل، حينها كانت بغداد من أفضل المدن في العالم، تلك بغداد الرشيد. ماذا قدمتم أنتم اليوم؟ عجزتم حتى عن توفير شربة ماء وكهرباء. سمية تتحدث مقارنة، يعني تطرح مقارنة ما بين بغداد قديما في ظل المنصور وفي ظل الرشيد وفي ظل الجعفري ومن لف لفيفه اليوم، وتقول: في ذلك الزمان كان لبغداد وزنها وكان لها أهميتها، لكنكم اليوم للأسف جعلتموها في ذيل الأمم. إلى تغريدة ثالثة نذهب وإياكم. كتبها حسين الخشرمي هذه التغريدة الثالثة، وفيها: وظهر لنا متشدق آخر وأنكر بغداد الرشيد وتاريخ هارون الرشيد، أنكر هذا الإمع ما قام به ذاك الخليفة العادل في ذلك الوقت من أمجاد في أرض الرافدين، هارون الرشيد الذي بنى حضارة وتاريخا لا ينكره إلا من أسلم قلبه وعقله ومعتقده لمعمم الضلال وقاتلت الخلفاء فلا نامت أعين الجبناء. الآن نذهب إياكم إلى التغريدة الأخيرة التي ذيلت بهاشتاغ بغداد الرشيد، وفيها: أحمد الشهري يكتب: بغداد الرشيد بناها هارون الرشيد بالعلم والعدل والإخلاص، لن ينقص قدرها ولو حكمها بعده الكلاب. هذه التغريدة كتبها أحمد الشمري طبعا، وهذه التغريدة تعبر عن آراء أصحابها وننقلها لكم بكل شفافية حتى تعرفوا كيف أو ما هي القضايا التي يركز عليها الشارع العراقي بشكل عام. بعد الفاصل ننتقل إلى الفقرة الأخيرة، وهي فقرة المقاطع المصورة. المقطع المصور الذي انتقيناه لكم لختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام هو لنشطين تداولوا أغنية تهكمية عن الجعفري أيضا بعد تصريحاته التي عرضناها لكم قبل قليل، نتابع. عندما يتهدد مصيرنا سيخرج المارد المعنوي من القمقم ويهشم الزجاجة. كل الناس يحشوا كلهم يضحكوا، إذا واحد براسه فيوز تسلم الخارجي يشلو، شق زيج المارد منه، شق زيج المارد منه، أخاف مسخن البزنك دحامين، خفر انت لوحنا، خفر انت لوحنا. دماغك هذا كله يريد تبديل، مخبل انت لوحنا، مخبل انت لوحنا، مخبل انت لوحنا. ظلمة سلت براس الناس حجيك ما حد يفهمه، اتمنى يا خريط يوسف منك افتهم كلمه، وقاها لو سولف يحمى صار يمكن بالتواسيل، مخبل انت لوحنا، مخبل انت لوحنا.
الارض تكون بحبال وزلاجيل مخبل انت لوحنا مخابير مخبل انت لوحنا مخابير ايه مخبل انت لوحنا مخابير دور لك على دكتور نفساني ويهدي الروح مو كافي يخريط نيوس عوف الخارجي يروح بس قول لي يا زوج معينك بس قول لي يا زوج معينك بيع مخبر ولي لك معامل خبر انت لوحنا خبر انت لوحنا خبر انت لوحنا خبر انت لوحنا. بهذا العمل الفني الساخر نكون قد وصلنا مشاهدينا الأعزاء إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من تواصل دوت كوم. نلتقيكم لاحقا وأنتم تتمتعون بموفور الصحة وتمام العافية. إلى اللقاء.